كما أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة لإقامة ملتقيات توظيف بمحافظة بني سويف، وذلك بمشاركة 31 شركة بهدف توفير فرص عمل للشباب. ملتقى التوظيف الأول اللي بتنظمه مؤسسة حياة كريمة بالشراكة مع مديرية الشباب والرياضة، وخلال الثلاث أيام الماضية دربنا شبابنا المتقدمين للوظائف على تدريبات ومهارات الحاسب الآلي والمهارات الشخصية، وكمان عرفناهم إزاي يعملوا CV وإزاي يأدوا أثناء المقابلة الشخصية عشان يتقبلوا على طول. والنهاردة وبكرة إن شاء الله مع شبابنا في بني سويف على مدار يومين من الساعة 10 صباحا للساعة 6 مساء بنتلقى طلبات التقديم بتاعتهم، وعندنا أكثر من 31 شركة مشاركة معنا بتتقدم وبتتلقى هذه الطلبات يوميا من الساعة 10 صباحا للساعة 6 مساء، عشان ولادنا اللي أخذوا التدريب بيبقى عندهم فرصة أنهم يحصلوا على وظيفة. سجلنا أرقامهم القومية وأسمائهم رباعي، سلمناهم أرقام اللي احنا هننادي عليها عشان نسكنهم على الشركات، دخلناهم الصالة للانتظار وعرفناهم إيه الفرص التوظيف المتاحة في كل شركة مرة واثنين وثلاثة عشان يبقى المتقدم نازل عارف هيقعد مع شركة إيه وشركة إيه، وقلنا لهم كمان ان المتقدم ليه كذا فرصه ان هو يدخل يقعد مع كذا شركه. نظمنا دخولهم وخروجهم بعد ما بيخلصوا، نادينا على الاسماء المتقدمين 10 10، تنظيم عمليه تنظيميه بحيث ما يكونش في تكدس على الباكيات او البارتيشنز بتاعت الشركات. جاية أقدم في الملتقى الوظيفي اللي مقام في الاستاد في بني سويف، شايفة إن الدنيا منظمة جدا وكويسة. هي الفكرة بتاع الموضوع أصلا حلوة قوي، إن أنا بوفر إزاي في ناس عندها استعداد إن هي تدور على فرص عمل بس ما بتقدرش توصل. الملتقى هنا مجمع الشركات أو المؤسسات أو الأماكن اللي بتوفر الفرص دي للشباب، ومجمع الشباب والدنيا منظمة، كل واحد جايب CV بتاعه وجايب المهارات مثلا اللي يقدر يقدمها أو الحاجات اللي زي كده، وبنبتدي إن إحنا نشوف كل واحد الوظيفة المناسبة ليه فين. كنت بدور على شغل من فترة وسمعت عن مبادرة حياة كريمة، والحقيقة طبعا ان المبادرة هنا لما جيت لقيت شركات كتير جدا بترحب بيا انا كحد ذوي اعاقة بصرية، في حين ان انا من فترة كبيرة جدا بدور على شغل وللأسف ما كنتش لاقي بسبب اني طبعا ما كانش في حد مقتنع. لكن على ما يبدو ان حياة كريمة يعني كلمت في الموضوع مع الناس، موضوع قبول كل فئة الشعب المصري، شيء عظيم جدا. مثلا اي كلية انت كخريج تخرج تلاقي وظيفة تقدر تشتغل فيها، دي بتسهل علينا كويس جدا جدا. بالنسبة للتدريبات أنا حضرتها في مركز الشباب والرياضة، كانت تانية اللي استفدت منها كتير، نعرفك إزاي تقدم في معظم البرامج والمجالات اللي انت هتقدمها للوظائف، وإزاي تقدر تعمل CV بتاعك.